نحييكم على الهواء مباشرة من استديوهات 218 نيوز في البلاد عندنا الليلة قضايا واجدة بنتكلموا فيهن نحكوا فيهن اليوم محليا على مستوى الواقع الميداني العسكري وعلى مستوى سياسي وعلى مستوى الأدوار الدولية الجديدة على رأسا طبعا الدور الألماني الجديد ويبدو أن المحركات الألمانية بدين يشتغلن في ملف الأزمة الليبية لكن في موضوع خلوني ننوه عليه ونأكد عليه عندي في الفقرة الثالثة تحديدا عندنا موضوع شريحة من أهم شرائح المجتمع المعلمين ومطالبهم بخصوص رفع رواتبهم عندنا فيها كلام واجد وكلام واجد لازم ينحكى بكل وضوح بكل صراحة ويلحقا بها عندنا موضوع شريحة حتى هي من أهم شرائح المجتمع الأطباء والمجتمع الطبي في ليبيا يعني شوف أنت الآن تو قاعد تتكلم على تكلم على قطاعين اساسيات لا يمكن تتخلى يعني لا يمكن حتى في خيالك انك تفكر ان اي دوله تنهض في غيابهن والله في ظل إهمالهم تتكلم على مساله امن قومي لما تتكلم عن التعليم تتكلم على مساله امن قومي لما تتكلم عن قطاع الصحه هذين زي الجناحين اللي ترتفع بهم دائما الدول والمجتمعات ترتفع بهم من العجز ومن التاخر التعليم والصحه إذا عندك فيه المشكلة القطعين هذين الصحة والتعليم. بما أن عندك فيه المشكلة معناها ضع في بالك وحط في بالك أن نراه لا يمكن لا تبنى دولة ولا ديمقراطية ولا دولة مدنية ولا دولة مؤسسات ولا دولة قانون ولا أي شيء. التعليم والصحة حجر الزاوية في البناء الإنساني والمادي في كل التجارب التاريخية الإنسانية. وقبل ما نمروا على الواقع العسكري الميداني ونمروا على خبر الأخبار طبعًا المؤتمر المزمع او المرتقب عقده في المانيا بخصوص ليبيا نبي نذكر اننا دايرين استفتاء على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك 218 نيوز اللي تشوفوا فيه الان على الشاشه منشور تلقاه مثبت استفتاء مدته 24 ساعه ما زال فاضل عليه 17 ساعه عشان يكمل الاستفتاء حيكون طبعا هو مدخلنا في حلقه خاصه حلقه كامله عن قرار زياده رواتب العناصر الطبيه والعناصر الطبيه المساعده اللي دارتها حكومه الوفاق ورفضتها الحكومة المؤقتة الموقرة في برقة وفي الشرق الاستفتاء طبعا عنوان الرئيسي زي ما تشوفوا الآن عشان الجميع يشارك هل أنت مع قرار المجلس الرئاسي رقم 885 لسنة 2019 بشأن تعديل مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة عندك نعم وعندك لا الخيارات مفتوحة للجميع استفتاء مفتوح لكل شرائح المجتمع كل حد يقدر يجي يتوكل على الله ويدلو بدلوة ويقول رأيه لأن الاستفتاءات صبر الاراء من اهم الحاجات اللي تعطيك دائما تعطيك فكره عن المزاج العام بخصوص اي قضيه، خصوصا لما تصبح قضيه راي عام زي رواتب الاطباء الحكومه المؤقته لنا في النص ولا رواتب المعلمين. وحنديروا ايضا اعلان بعد ما ينتهي الاستفتاء عن موعد الحلقه اللي حنفتحوا فيها الموضوع بالكامل بكل الجوانب، مطالب الاطباء في ليبيا برفع رواتبهم وقرار الوفاق اللي رفضته المؤقته، هو مرات والله ما تعرفش ليش. لو كان القرارات هذه فيها زيادات للمسؤولين واعضاء النواب او اعضاء الدوله السياسيين اللي ما لهمش اي فائده او السفراء والقناصل وموظفي الاستثمارات الليبيه في الخارج راهو شفنا توافق غريب عجيب وطارئ بين الحكومتين انا الراهن بين الحكومتين اللي ما فيش منهم فائده حتشوف توافق عجيب وخلوني نذكر ان الاطباء والمعلمين عماد الدوله الغريب والعجيب ان حكومات الفساد والافساد والنهب الممنهج مستخسره فيهم زيادات من حقهم من حق النهضه بالبلد يا سيدي ما تبيش تقول من حقهم من حق النهضه اذا حد مفكر في مشروع نهضه اذا فعلا في مشروع نهضه حقيقي لا بد ان يبدا بخلق نظام تعليمي ونظام صحي انظمه فعاله اذا انت عاد تبي تتكلم عن الجوده تبي جوده حقيقيه عاد لازم تصرف عليها في اي شيء راي هذه الجوده وتجويد المنتجات مرتبطه بمساله الانفاق طبعا عاد مش الانفاق وخلاص سبهله لا الإنفاق والإدارة والقانون والضبط والربط عندك التعليم بعناصر الثلاثة بنية تحتية المعلم والطالب وضيف لهم أيضا المناهج مناهج التعليم القطاع الصحي تقريبا بنفس الكيفية بنية تحتية العنصر الطبي العنصر البشري وخدمات المواطنين وهي رأي كلها مرتبطة مع بعضها الآن الطبيب الجيد الكفؤ قبل ما يكون طبيب راهو كان داخل نظام تعليمي جيد طب لا يصلح طب من غير نظام تعليمي والعكس على كل حال قبل ما نفتح النقاش في مواضيعنا المختلفة نبي ناخذ معاكم آخر نتائج التصويت والاستفتاء اللي مازال ما كمل مازال 16 ساعة على الاستفتاء ناخذ آخر شيء خلال هالساعات هذني قبل ما نخش للاستوديو ربع ساعة نشوف الأرقام مع بعضنا وين وصلن زي ما تشوفوا الآن اللا والنعم في اللي صوت بلا وفي اللي صوت بنعم الجماعة اللي قالوا لا 36% الجماعة اللي قالوا نعم مع قرار الحكومة، قرار حكومة الوفاق في رفع رواتب الأطباء 64% إذا 64% يقولوا نعم، نحن مع القرار اللي هو رقم 885 اللي دار الرئاسي ورفضته الحكومة المؤقتة اللي يقول رفع رواتب الأطباء العناصر الطبية والعناصر الطبية المساعدة، والجماعة عاد اللي قالوا لا الكلام هذا ما يمشيش عددهم 36% إذا هذه نتيجة الاستفتاء اللي ما زال ما انتهى موعده. ما زال ما انتهى موعده النهائي ولما تمر 24 ساعة حنحدد حلقة ننطلق فيها من خلال نتائج التصويت النهائية في حلقة نقاش بالخصوص تاخذوها من كل الجوانب بشكل شامل. قبل ما ننتقل لشأن أمن عسكري في كلام لازم ينقال. كلام لازم ينقال بخصوص الأطباء والمجتمع الطبي. الأطباء الطبيبات والممرضين وموظفي المختبرات والصيادله كلهم كلام ينقال كلام طبعا مش حيعجب حكومه عبد الله الثني وبصراحه مش ضروري يعجبها ان شاء الله ما عجبه وسؤالي للحكومه المؤقته حكومه الثني ووزاره الصحه متاع الثني اللي تنهب في اموال وفلوس بتاع الاورام وجرعات الاورام بل أعداد يقولوا جايبينها من عندنا واللي عليها ألف مليون تحفظ وتجاوز مالي في تقرير هيئة الرقابة الإدارية سؤالي الآن للعباقرة والجهابذة في الحكومة المؤقتة اللي شنين حرب على القطاع الصحي وعلى الطبيبات والأطباء وحاسدينهم حتى على زيادة لا تذكر في الرواتب وفي الميزانية سؤال للحكومة المؤقتة شن فكرتكم الآن عن علاقة القطاع الصحي يا سيدي والنظام الصحي بملحقاته شن فكرتكم عن علاقته بمسألة الأمن الوطني اللي سموا فيه الأمن الوطني سؤال ده هي سيدي شنو فكرتك يا ايتها الحكومه المؤقته عن علاقه الصحه والنظام الصحي بالنهضه نهضه الدوله نهضه المجتمع وبمساله الامن الصحي للمواطنين اسئله للحكومه المؤقته الجواب يساوي صفر كيف عرفناه صفر بسبب السلوك الاداري السياسي لهذه الحكومه ولوزاراتها الناس اللي عندنا الان بكل وضوح وتحكيها بثقه مطلقه واضح ان الناس ضمن ما لهمش علاقه باي شيء ما لهمش علاقه باي شيء لها علاقه باساسيات ومقومات الدول الحديثه راهي ما فيش دوله تقدر تسميها دوله تقول هذه دوله اذا ما عندهاش نظام صحي نظام بنيه تحتيه كادر اللي هو العناصر الطبيه والعناصر الطبيه المساعده المناهج التعليميه المناهج عشان تشوف كيف ان الان القصة مرتبطة ببعضها تعليم والصحة لا يمكن تفصل بينهن في إجماع هذا عاد شيء معروف أن القطاع الصحي في ليبيا حالة حال عدوك لها على مستوى إداري وعلى مستوى قانوني فني طبعاً عاد فيها أقوال لأن العنصر الوطني الليبي بصراحة أثبت أنه هو عنصر مبدع عنصر خلاق في مجال الطب خصوصاً لما يطلعوا برا الطبيبة والطبيب الليبي بالمجمل لما تكلموا بشكل عام عنصر يمتاز بجودة عالية رغم المصايب ورغم الفساد بتاع الوزارات والإدارات والحكومات ورغم أن الأطباء خلال السنوات اللي فاتت هذه كلها خصوصا في بنغازي في طرابلس يشتغلوا بسلاح فوق روصهم. ما هو عاد تم نسيان دور الأطباء بالكامل في ليبيا شيء عجيب يجوا من 2011 يجوا والله لهم مدورين لا فلوس ولا حاجه ويشتغلوا بقلب ورب من غير سيوله وقتها ما فيش سيوله خصوصا 2013 2014 في 2014 اسف و2015 من غير سيوله يدوب تسعة خمسين 50 دينار ويجوا الاطباء ويشتغلوا مع استثناء طبعا الناس اللي ما يشتغلوش ويشتغلوا جزء من الناس من المواطنين يجي يضرب فيهم ويشتم فيهم ويسب فيهم بسبب انه ما فيش بنيه تحتيه ولا اجهزه والبنج فيها الناس من برا عادوا هذا كله يضعوه في راس الطبيبه او الطبيب وهذه نقاط سنحكي عليهم بالتفصيل مش الان مش في الحلقه هذه بعد ما تكتمل نتائج الاستفتاء ما زال عليهم 16 ساعه بخصوص رفع رواتب الاطباء والعناصر الطبيه المساعده حنديروا حلقه خاصه نسمع فيها صوت الطبيبات والاطباء والمجتمع الطبي في ليبيا ننتقل اذا للواقع الواقع العسكري والميداني وما زالت الاشتباكات مستمره بين قوات الجيش الوطني وبين المجموعات المسلحة اللي تتبع لحكومة الوفاق واللي تشتغل في تحالف الوفاق لكن الشيء النوعي خلال أمس واليوم هو التكثيف الشديد جدا لضربات سلاح الجو التابع للقيادة العامة للجيش الوطني سلاح الجو قاعد تقريبا فاتح جبهة في كل المحاور وفي كل المناطق تقريبا عدي أبدا من سرت لعند العاصمة طرابلس في مبادرة الآن من الجيش وفي سيطرة على السماء من خلال طلعات جوية مكثفة جدا بين أمس واليوم طلعات مكثفة جدا على مواقع وعلى تمركزات المجموعات المسلحة والميليشيات من الصبح إلى الآن تقريبا ما وقفش أبدا سلاح الجو في الجيش الوطني القصف شمل كل شيء تقريبا هذه هذه تفاصيل من جيش مراسلين على الأرض القصف شمال عندك الزطار مطار معيتيقة وموقع قريب جدا من السراج منطقة بير العالم منطقة ثانية في شرق تجورة وضيف معهم طبعا الكريمية والصواني والقويعة كلنا استهدفنا الجيش الوطني سلاح الجو في القياده العامه للجيش الوطني استهدفهم بين امس وبين اليوم لعند هذه اللحظات هذه طبعا خبراء عسكريين يعتبروا فيها ان استعاده لزمام الامور من طرف الجيش بالنسبه لمساله السيطره على السماء بعد تكثيف الطيران المسير التركي طلعاته في خلال الاسبوع هذا كان في تكثيف كبير وراهو في شيء مهم الان الناس تتساءل ليش فجاه الطيران التركي المسير كثف ضرباته بشكل شديد وفجاه ايش معنى من خلال الاسبوع هذا راهو الان لا يمكن انك انت تفصل بين مساله التصعيد نتاع الطيران التركي المسير المتحالف مع الوفاق وبين مساله الجانب السياسي بمعنى ان عندك دوله فاعله زي تركيا تشارك بشكل مباشر في الحرب ضد الجيش الوطني مش بالوكاله بشكل مباشر موجودين على الارض تحاول تركيا ان هي تزيد في فرص المجموعات المسلحه المواليه للوفاق في ان هي تاخذ جغرافيا عسكريه تضيف عندها جغرافيا عسكريه جديده مساحات جديده عشان السراج بعدين يقدر يخش على مؤتمر المانيا اذا صار منه باوراق في ايده ويضعها على الطاوله ديما اي مؤتمر او ملتقى او اي مناسبه دائما تجد قبلها في تصعيد عسكري كبير على الارض تحالف الوفاق الان قاعد شنو قاعد يحاول انه يضغط من اسبوع هو قاعد يضغط على امل ان هم يخشوا على مؤتمر المانيا وعندهم حاجه يحكوا بها اللي بيكون عندك لما تكون امورك جيده بالنسبه للواقع الجغرافيا العسكريه خصوصا ان السراج اكتشف متاخرا ان قضيه الاعتراف الدولي به اصبحت من غير معنى بعد ما استنزف رصيد الاعتراف الدولي في مناسبات واجدة اخرهن قضيه الهدنه لما طلع المجلس الرئاسي واعلن قبول الهدنه هدنه عيد الاضحى اللي اقترحتها البعثه الامميه قبل السراج بالهدنه له في نفس اللحظه وفي نفس الدقيقه نفس الساعه قيادات من لواء الصمود وقيادات من اركان الوفاق او ما يسمى اركان الوفاق قالوا لا الكلام هذا ما يمشيش لا في هدنه ولا هم يحزنون رغم ان الجيش طبعا هو رمى الكره في ملعب الجيش الجيش قبل الهدنه ورمى الكره في ملعب في السراج وكانت بحسب ناس مراقبين الهدنه اللي اقترحتها البعث الامميه في عيد الاضحى مهمه جدا كانت زي بالون الاختبار اللي يقدروا يقيسوا من خلاله مواقف حكومه الوفاق ومدى سيطرتها على المجموعات المسلحه في حال والله البعثه الامميه او المجتمع الدولي ضغط وقدروا يمشوا هم في موضوع او في مشروع اكبر من مشروع الهدنه، تكلم على وقف اطلاق نار على ترتيبات امنيه استنزف ما تبقى من رصيد الاعتراف الدولي في مساله ان السراج مش قادر يلتزم بهدنه او مش قادر يسيطر على المجموعات المسلحه اللي قاعده تقاتل الان تحت شرعيه الوفاق. كل واحد في جهه، مجموعه مصرة في جهه، الاخوان المسلمين في جهه، مجالس الشورى في جهه، انصار الشريعه في جهه، مهربي البشر والوقود في جهه، مجموعات طرابلس كل واحد في جهه. إذا كان هذا جرد بسيط لليوم للواقع الميداني والواقع العسكري وحنتكلموا طبعا بعد شوية على مسألة ألمانيا والدور الألماني. لكن خلونا نديروا افتتاحية لحلقة أيضا حنديروا حلقة خاصة عن المعلم الليبي ومسألة رواتب المعلمين. المعلم الليبي. المعلمين الليبيين في غرب وفي جنوب وفي شرق ليبيا في كل مكان في ليبيا. المعلمين الشريحة الاساسيه اللي لا يمكن تتكلم انت عن عمليه تعليميه او تعليم او دوله حقيقيه والحكومات الفاسده هذه ما زالت مستمره في تهميشها واقصائها اقصاء متعمد ممنهج وواضح ما عندناش فيه ادنى شك الى هذه اللحظه اللي نحكي فيها الان وزارات التعليم شرقا وغربا والحكومات والمسؤولين اللي ما شاء الله في ناس والله ما عرفناهم ما عرفناش اسمائهم الا من خلال تقارير الفساد وتقارير الهيئات الرقابيه وديوان المحاسبه، ما نعرفوش اصلا انهم يشتغلوا لا في الحكومه المؤقته ولا في حكومه, حكومة الوفاق، فجاه اكتشفناهم في التقارير. هم كلهم قاعدين الان اللي اسمائهم ساطعه في تقارير الفساد يتعاملوا مع المعلمين اللي الليبيين كانهم جايين يشحتوا منهم. بهذا الوضوح. وهم يطالبوا بحقوقهم لصالح الوطن ولصالح البلد. قبل ما تكون طبعا لصالحهم ولتحسين معيشة المعلم توا في سؤال الآن هل حكومات الفاسدة اللي قادة عالة وتعتاش على أزمة ليبيا والليبيين ما همش عارفين أن تحسين وضع المعلم اقتصاديا وقانونيا على مستوى الحقوق والواجبات طبعا ما همش عارفين أن هذا شيء أساسي لتحسين وضع الطالب ووضع التعليم ووضع بقية القطاعات كل القطاعات ليش؟ يا عبد الله الثني ولا فايز السراج او اي مجموعه اخرى. لان المعلم هو المسؤول مسؤوليه مباشره وهو عنصر في العمليه التعليميه. مسؤول مسؤوليه مباشره عن جوده تعليم الاجيال القادمه. شكل الاجيال القادمه اللي حنشوفهم بعدين. مش بس جودتهم الاكاديميه ولكن ايضا جودتهم الفكريه والتربويه. وخلونا شوي عد مع وزير تعليم الحكومه المؤقته. اللي داير وذن من طين من عجين. لا يتعامل ولا يحكي مع المعلمين المح... ولا يشوف فيهم اصلا. المعلمين داروا اكثر من اعتصام حضاري ومدني وطالبوا بحقوقهم. حقوقهم اللي تصلح العمليه التعليميه بشكل عام. راهو المدرسين الان والمعلمين والمعلمات راهم ما يجوش يشحتوا منكم الحكومات هذه اللي يعتقدوا انفسهم حاجه كبيره. بالصدفه جو قدوا مسؤولين وقدوا يسرقوا في فلوس ليبيا. الاولى ان الفلوس والملايين والمليارات اللي قاعده تمشي في سوق باطل الاولى بهن ترفع بين رواتب اهم شريحه من شرائح المجتمع اللي ما تشوفوش فيهم اصلا تصرفوا في ملايين ومليارات على السيارات وعلى المكاتب وعلى السرقه وعلى الكولسه وعلى النصب والاحتيال ومش قادرين ترفعوا رواتب المعلمين بحجج واهيه ليش قاعدين نقولوا هيك حجج واهيه لان ملايين ومليارات الفساد قاعدات مستمرات بوتيره شهريه وبوتيره سنويه مليارات تحطوا فيهن على الكلام الفاضي ونصهم تسرقوا فيهن وأرصدتكم فيها ما شاء الله ربي يزيدكم الملايين ومئات الألف المعلمين والله أنا يعني عندي عندي اقتراح لوزير التعليم بتاع الحكومة المؤقتة الحكومات الفاسدة اللي قادت في ليبيا حظنا السيء بوزاراتهم عندي اقتراح لهذه الحكومات مؤقتة وحكومة الوفاق الفاسدة أيضا بوزاراتها إشراككم يا سيدي في فكرة؟ تنقصوا شوية من رواتب اللصوص المتنكرين في صورة سفراء وقناصل في دول غريبة عجيبة، لا في بيننا وبينها حدود جغرافية سياسية ولا مصالح سياسية ولا مصالح اقتصادية ولا مصالح ثقافية، ولا هي دول فاعلة في المشهد الدولي. مئات من السفراء والقناصل. قاعدين وخلاص ياخذوا فلوس. هل تعلم أيها المواطن، أيتها المواطنة، كم هو المتوسط لرواتب السفراء العباقرة المنتشرين في كل مكان في أنحاء الكرة الأرضية يتكلموا باسم ليبيا أقل سفير يأخذ فيها 12 ألف يورو أو دولار على حسب الساحة اللي قاعد فيها تخيل أن الرقم هذا يأخذ فيه في الشهر 12 ألف يورو أو 12 ألف دولار كم بالليبيا حسبوها عاد ومن غير فائدة بلاش يا سيدي معاش نبوها الفائدة السفير او القنصل ما عادش نبوا فايده، ما هو عاد السقف نتاع الليبيين طاح على الارض، ما عادش في سقف. يا ريت غير يقعدوا يسرقوا وينهبوا ولكن فوق هذا يعطوا في صوره بشعه سيئه عن ليبيا وعن الليبيين بسبب فضائحهم الاخلاقيه. الناس اللي ما تتحشمش على وجوههم وفضائحهم الاخلاقيه قاعده في كل المواقع الالكترونيه وفي الصحف الاقليميه والعالميه خصوصا في الدول الغربيه. ناس لا تتحشم ولا تحس. هذا مع طبعا الحكومات لا يمكن تناقش في تخفيض رواتبهم. اللهم الا فكروا في زيادتها. حكومات قادرة تساعد على الخراب والفساد والعبث بالوطن وقادرين فقط غير على المعلم. عمري ما شفت صوت الحكومات ووزاراتها عالي غير على المعلمين والاطباء. ليش؟ يقدروا يدروها مع الجماعه الاخرين؟ اللي يلهطوا في البلاد لهط، خصوصا موظفي الاستثمارات الخارجيه اللي رواتبهم في الشهر راتب الواحد منهم في الشهر هذا كلام طبعا الناس واجدين ما يعرفوش يوصل ل 25 الف يورو او 25 الف دولار تخيل راتب 25 الف رقم حقيقي صحيح ما فيش مبالغه صدق او لا تصدق في وظائف في ليبيا ناس ياخذوا 25 الف يورو عادي معلم ياخذ 600 دينار موظفي الاستثمارات الخارجيه هذا يا سيدي هضم الطبقة الفاسدة المرعبة الحيتان اللي ما فيش حد يعرفهم عندك موظفين وعددهم واجد قاعدين يا سيدي الكريم كرسين في تراكين ما يعرفنش حد ولا منتبه لهم حد ناس تشتغل بصمت ويسرقوا بصمت شديد لأن يعني ما فيش ليبيا أو ليبيا يعرف أصلا شنساير في الاستثمارات الخارجية الليبية كم عددها وكم رأس مالها لغز سر عسكري سر من أسرار الدولة لا في شفافية ولا هم يحزنون الليبيين مش من حقهم يعرفوا أو على الأقل تكون عندهم حتى فكرة بسيطة متواضعة عن رزق الدولة الليبية في الخارج كم وكيف ومن يدير فيه أسئلة ما فيش للجواب اقلب ليبيا بداية أن يتم تلقى الجواب من وكيف يديروا في الاستثمارات بالأحرى ما فيش حد عنده فكرة عن الشبكة الإجرامية شبكة الفساد الهائلة هذه اللي اللي قاعدة تقوم زي ما تدير الحكومات الوفاق والمؤقتة تقوم بسطو مسلح على الاستثمارات الليبيه في الخارج بشكل شنيع وفي الخفاء واخذين راحتهم طبعا قاعدين برا ليبيا بالمناسبه رغم موضوع الاستثمارات ماشي ايضا بالوراثه بمعنى عندك اب والد يكمل عمره وياخذ في الفلوس نتاع ليبيا لما يتقاعد ويدهش يجي ابنه مكانه الاستثمارات الليبيه ماشي بالوراثه صدق او لا تصدق الابن طبعا حيكون سر ابي يقول لك ما عندناش فلوس للمعلم يحكوا عليه ويتكلم مع المعلم يحكوا معه من فوق بكل تكبر ويجيبوا عاد في حجج قانونية ويجيبوا لك في خبراء اقتصاديين يقول لك والله شوف كيف زيادة المعلمين حتدمر ليبيا وتقضي على اقتصاد ليبيا رواتب المعلمين الآن هي اللي حتقضي على اقتصاد ليبيا باهي يا سيدي شن أخبار المليارات المهدرة في سوق باطل وعلى السراقة وعلى اللصوص وعلى السفراء من ثمان سنوات وقبل ثمان سنوات عيب تضليل الناس ردودكم القانونية في عليهن ردود قانونيه اقتصاديه وعليهن ردود لهن علاقه ببرامج تنمويه بعيده المدى ومتوسطه المدى. الفلسفه الزايده والقانون وقصص مش عارف شنو ورواتب المعلمين اذا حتى حتنهار ليبيا وتدمر ومليارات شهريا في سوق باطل يمشي، مليارات بالعمله الصعبه، يا ريت مليارات بالعمله الليبيه. وقبل ما نتكلم قبل ما نكلم، يعني الان تحكي وتتكلم عن المعلم. قبل ما نكملوا هالكلام عن المعلم الليبي راقد الريح اللي تسرق فيه دولته وتسرق في مستحقاته الماليه الحكومه المؤقته وحكومه الوفاق والبنوك المركزيه في البيضه وفي طرابلس كم هو عدد الاموال الليبيه بالخارج؟ خلونا عاد نساله الاموال الليبيه بالخارج اللي قاعده تتعرض لسطو مسلح من مسؤولين وناس وشبكات متواطئه منهم برلمانيين وزراء سفراء وكلاء وزارات عالم منقلب ما يجيبش حد عليه علم الأموال الليبية في الخارج كم تبلغ؟ أعطينا رقم سؤال ظل لفترة طويلة من غير إجابة وسيظل وسيبقى من غير إجابة لأن الحكومات والسرقين اللي حاكمين ليبيا والعصابات المتنكرة في شكل حكومات متكتمة عليه هذا طبعا باستثناء الفلوس اللي قاعدات جوا على قصة أخرى اللي سرقوهن يسرقوا فيهن أعطيني رقم الآن فلوس ليبيا برا كم؟ هل في حد يعرف؟ بعد بحث واستقصاء صحفي عندنا رقم لكن مش بتاع 2019 للاسف يا سيدي لعند نهايه 2013 وفلوس ليبيا برا قيمتها تقريبا 150 مليار دولار 2013 ليبيا برا كم عندها؟ عندها 150 مليار دولار خذ المصيبه هذه او الخبر السيء سميه زي ما تسميه عارفين شو صار لنا ال 150 مليار دولار هذني في سنتين؟ في سنتين 2013 2015 كم قعد عدد هني يا ترى؟ بعد سنتين وبحسب البيانات الرسمية بقدرة قادر انسخت الرقم 150 مليار إلى 80 مليار فقط 150 80 كم؟ 70 مليار راحة قريب نصا في سنتين فقط ليبيا كان عندها 150 مليار 2013 2015 نص هن راح اصبح 80 مليار الله اعلم الان تو كم في في 2019 هذا في 2015 نحن عارفين إنّا في 80 مليار في 2019 والله ما نعرفين ما عندناش اجابه حتى مع الاستقصاء الصحفي تسالني تقول لي والله كم نقول لك والله ماني عارف احسبها عاد 2013 2015 انقصر للنص كان 150 مليار أصبحاً 80 مليار في 2019 الله اعلم سؤال بلكي اجبته عنده الصديق الكبير مش معروف هذا كلها الغاز اسرار عسكريه مش من حق المواطن يعرفها حتى مع الاستقصاء الصحفي شن حيصير لك حتصطدم بشبكه معقده من الفاسدين ومتاهات وناس متخصصه في التضليل لا تاخذ منهم لحق لا باطل وانا نقول إذا استمرت القصة هيك إن شاء الله إذا استمرت الحكومات وهيئات الاستثمار بهذه الطريقة حيخلوا ليبيا على البلوكات ينتهي كل شيء إذا استمروا بهذه الكيفية عالم شركات في كل مكان بالمليارات لما تحكي بررة ورواتب 25 ألف يورو في الشهر شركات عالم في الكونغو عندك في بريطانيا عندك في مالطا عندك في تونس عندك في تركيا عندك في المغرب حتى المغرب فيها استثمارات وشركات وعالم خفي قاعد يشتغل بروحه بالمليارات وبمئات الملايين وقادرين على المعلم اللي طالب بحقوقه لصالح مستقبل ليبيا ولصالح الطالبة والعملية التعليمية ولصالح نهضة ليبيا كانت تبوها تنهض يا أيها السراجين المسؤولين في الحكومات وتتحججوا بحجج واهية يا عب عليك بل تديروا في عملية حرب ممنهجة ضد المعلم في ليبيا حرب ممنهجة ملاش اسم آخر في تحالف الآن بين الحكومة المؤقتة والمصرف المركزي مش عارف من واحتمال تتفق الحكومة المؤقتة مع حكومة الوفاق فجأة توقع يتفقوا على المعلم ما فيش مشكلة حجم الأموال الليبية ناس واجدين يسألوا عن حجم الأموال الليبية الآن في الخارج هل صحيح أن في أموال تم الاستيلاء عليها من قبل دول من قبل عصابات من قبل لجان تم تشكيلها هذين كلهن أسئلة ما فيش حد عنده فكرة عليهم المسؤولين في حكومات هالجزء منهم سرقوا طبعا قاعده مستمره قضيه السرقه. وبمناسبه مساومتهم للمعلم شنو هو حجم الاستثمارات الليبيه في الخارج؟ ما زلنا عاد ما قلنا الرقم. قلنا بتاع 2013 كيف تحول وانسخط وتقلص واصبح رقم قزم. 150 مليار اصبح عن 80 مليار في سنتين في 2019 بعد اربع سنين الله اعلم. في حاجتين لازم نفرقوا بينها لما نتكلموا على فلوس ليبيا في الخارج، ولازم نتكلم على فلوس ليبيا في الخارج عشان نحكوا عن المعلم في الداخل. في استثمارات المؤسسه الليبيه هذا شيء، استثمارات المؤسسه الليبيه هذا شيء خليه على جنب. وعندك احتياطات البنك المركزي الليبي من العمله الصعبه. راهو شيئين لازم ايش؟ نفرقوا بينهم. تقدر تقول الان ان ان الغطاء اللي يلم جميع الاستثمارات الليبيه بالخارج وفي الداخل هي المؤسسه الليبيه للاستثمار اللي طالها الازدواجيه والانقسام. واللي تقدر قيمه اصولها بمبلغ 64 مليار 64 ايش مليار دولار وعندها او تتبعها 550 شركه شوف العدد 550 شركه الشركه هذه والعدد هذا تشمل في ارصدة نقديه مجمدة تشكل في نص 50% من قيمه الاصول والباقي طبعا تلقاها موجود في شكل استثمارات طويله الامد في عدد من المؤسسات الليبيه وال50% هذه من الاستثمارات ايضا يجي في شكل صناديق ومحافظ استثماريه تتبع ايش؟ تتبع للشركه الليبيه للاستثمارات الخارجيه اللي تستثمر في مجالات مختلفه في الخارج. هذا كل الاشياء طبعا ناس شويه تعرفها. لا في شفافيه ولا في ما فيش ما فيش حد يوضح، ما فيش حد يعطي معلومات هذه أسرار هذه الظل خاصه لناس معينين من قبل فبراير وبعد فبراير بس هم اللي مستولين على القصه هذه هم اللي يسرقوا فيها. اذا عندنا الان 64 مليار دولار للمؤسسه الليبيه للاستثمار واللي تتحكم في جزء منها عصابات مرعبة ما تحسش في حد وتشتغل وتعمل في صمت أنجول البنك المركزي المملوك للصديق الكبير صاحب البنك المركزي واللي عنده بنك المركزي احتياطات ليبيا من النقد الأجنبي والذهب والاستثمارات الدولية اللي تقدر بحوالي 80 مليار دولار حسب طبعا البيانات في 2015 نحكوا عاد بتاريخ رجعي ما عندناش الارقام الجديده ما عندناش الله غالب. لعند يعني عند 2015 تقدر تعرف في 2019 ممكن نعرفون بعد 20 سنه. يمر 20 سنه نبدا نرفع الحقائق اللي كانت تسير الان. لانك لا يمكن تجد معلومه حقيقيه. بالمجمل الان ايتها المعلمه والمعلم الليبي اللي الحكومه المؤقته والفقر يقول لكم والله ما عندنا حتى حاجه وهم يسرقوا في كل شيء. بالمجمل ليبيا عندها استثمارات بالمليارات واحتياطات بحسب التقديرات التقريبيه ما ماناش متاكدين منها. 170 170 مليار بنهايه 2014، هذا 2014، بعد ال 2014 ما فيش حد يقدر يجاوبك. سر الاسرار لغز. تبي تجيب فقيه ولا تقاز عشان يعرف لك شو في بعد ال 2014 واللي كانت تقدر 197 مليار في نهايه عام 2013. سنتين يا ما صار فيهن، 2013 2015 يا ما صار فيهن. 80 مليار راحا نقص الرقم طبعا بشكل مأساوي والبركة في المسؤولين أو اللصوص المتنكرين في شكل مسؤولين اللي زي ما قلنا حيخلوا ليبيا على البلوك نهب منظم وممنهج مستمر من قبل عصابات وميليشياويين متنكرين في شكل وزراء ومحافظي مصارف ما فيش أفضل من أنك تحكي بوضوح بالمناسبة أيضا المؤسسة الليبية الاستثمار استلمت تحويلات واجدة من البنك المركزي من اول انشائها تكلم تحويلات 82 مليار دولار تحويلات 82 قيمتها الان حسب اخر تقييم 67 مليار يعني عندك خسائر بشكل عام وهذا راهو بحسب تقرير ديوان المحاسبه الارقام مش من عندي بحسب تقرير ديوان المحاسبه واشار تقرير الديوان الى ان العائد على الاستثمار والله لا يتجاوز 1.5% على راس المال المستثمر وان استثمارات محفظه ليبيا افريقيا المحفظة الشهيرة بتاعت ليبيا أفريقيا تعاني في خسائر كبيرة وفي تآكل في راس مالها التقارير بتاعت الفساد الحصير في ليبيا ريحات ومشيت في الاستنزاف وفي العبث السراج يصرف فيهن على الميليشيات والمحاسيب والأقارب والأصحاب عبد الله الثني يصرف فيهن على يصرف فيهن على روحه على جماعته وعلى ديوان رئاسة الوزراء ديوان مجلس الوزراء عبد الله الثني اللي يصرف فيه 40 ألف دينار شهريا على القهوه والشاهي كم يكفن هل أربعين ألف دينار هذني زيادة لكم معلم يا ترى عيب تكذبوا على الناس وتقولوا ليبيا ما فيهاش فلوس وانتوا تسرقوا في فلوس ليبيا وشتعد على المعلم اللي مطالبة حقيقية مستوطين حيطة بالله عليك ستمية ولا سبعمية جنيه شديرا اليوم في ليبيا هل يقدر يصرف به عبد الله الثني ولا السراج كم مرتب وزير التعليم في الحكومة المؤقتة بالمناسبة مساء الخير وكم مرتب وزير التعليم في الحكومة المؤقتة في حد يعرف هل عمرة طلع وزير التعليم في الحكومة المؤقتة وقال كم راتبة أو في الوفاق وخصوصا في المؤقتة لأن وزارة التعليم في المؤقتة عديلة رأسها برأس المعلمين كم راتبك يا وزير التعليم في المؤقتة حد يجاوبنا كم مرتب عبد الله الثني على سبيل المثال دولة رئيس الوزراء في حد يعرف كم راتب السراج صاحب خمس أو ست مناصب في ليبيا السراج كم يأخذ في الفلوس في الشهر الله اعلم باهي كم راتب الصديق الكبير صاحب البنك المركزي اللي يمكن يتغير قاعد ثابت للابد تعرفش ليش الصديق الكبير قاعد محافظ في البنك المركزي للابد وما تسالش وتتساءل كيف قاعد شنو اللي مثبته شنو القدره العجيبه شنو القوه الرهيبه اللي قاعده مخلي الصديق الكبير قاعد للابد يبدو انه هو حيظل الى يوم القيامه كم راتب مثلا علي الحبر يا سيدي الله اعلم اسرار عسكريه اه المعلم لا لا المعلم لا 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 زياده ولا حتى 20 جنيه ما يزيدوه لان معلم وهذه تلخص نقطه خطيره تعطيك فكره عن نظره المسؤولين في الحكومات لاهميه التعليم والمعلم يشوف فيها حاجه هيك وخلاص تعليم معلم يجي يعطي دروس يطلع الطلبه وتكبر خذ شهاده بالغش وانجح عدي الجامعه مناهج تعليم وتخصصات ما علاقه بسوق العمل وعدي اللي بعده هذه الحكومات ما فيش اي افق او نظره للمستقبل ولا حتى الحاضر. شنو وظيفه الحكومات في ليبيا؟ السطو المسلح على الدوله الليبيه وعلى اموال الليبيين، وحنفتحوا طبعا مساحه خاصه مع المعلمين، حيكون معنا نقيب المعلمين ونسمع ارائهم ونشوفوا لعند وين وصلت قصه اعتصاماتهم وقضيه الرواتب وردود الحكومات على مساله رفع رواتب المعلمين. نمشي فاصل قصير وحنكون معكم من جديد ونحكوا على مؤتمر المانيا الشيوعي. اهلا بكم من جديد قبل ما نتكلم على المانيا خلوني نذكر انها حتكون ايضا في حلقتين خاصات حلقه عن الاطباء والمجتمع الطبي في ليبيا ومطالبهم العادله وحلقه عن المعلمين ومطالبهم العادله وناخذ كل الاسباب الخفيه والحقيقيه اللي دار عليهن ودار بهن الحكومه المؤقته حرب شن حرب على المعلمين والحكومات شنت حرب كلها على المعلمين مستوطا حيطتهم هذا كله حنجيبوه بالتفاصيل وبالارقام وبالمسؤولين اللي قاعدين ياخروا في هذه القصه في هذه العمليه نتكلم على اهم قطاعين نتكلم على الصحه ونتكلم على التعليم شنو هي الدوله من غير صحه من غير تعليم ايش عندك بقيتها سفراء ومسؤولين ووزراء يسرقوا في ليبيا هذا فقط اذا المانيا مؤتمر المانيا لما جيت شوف الان في خلال هالسنتين اللي فاتت تجد في غياب كامل للمبادرات المحليه مبادرات الليبيه مبادرات لحل مشاكل وازمات ليبيا شفنا خلال السنتين كيف جاتنا المبادرات الخارجيه من كل مكان رغم ان ليبيا محتاجه لجيش من المبادرات المحليه وان التيار الوطنيين او التيار الوطني مارس في ليبيا ضغط يضمن على الاقل انتقال امن لاي مرحله انتقاليه مهما كان شكلها ومهما كانت معطياتها لكن ما شفناش بعد صخيرات الاتفاق السياسي اللي تم خرقه من اول لحظه وخرقت الميليشيات اهم بنود الاساسيه اللي قائم عليهم بند الترتيبات الامنيه الشهير اللي ينص على خروج كل التشكيلات المسلحه خارج العاصمه لمسافه يتم الاتفاق عليها وعدى في حب الله ما فيش حد طبقه بعدين جت حوارات تونس وما ادرك ما حوارات تونس تحولت حوارات تونس لحوارات ماراثونيه تمشي 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 تمام حوارات تونس بعدين تصطدم بالعقبه المعروفه الشهيره عقبه الاسماء وعاد هذا للاسف اصبح سبر ليبي سياسي سبر سياسي عندنا اي مشروع او اي ملامح لمشروع تفشل قبل ما تبدا، ليش؟ بسبب عقبه الاسماء. لان النقاش السياسي الليبي للاسف يبدا بسؤال من. ما يبداش بسؤال كيف. يقولوا من قبل ما يقولوا كيف. لان المهم راهو هو الكيف هي الاليه، بعدين يجي من؟ بعدين تجي الاسماء. جماعتنا اول ما يستهلوا به مشروعهم هو الاسماء. من اللي يمشي ومن اللي يقعد يشيل من وحط على انتهت حوار تونس بين المجلسين. مجلس النواب ومجلس الدولة انتهت الحوارات هذه بنهاية مأساوية هذا طبعا تذكير تاريخي مهم وسريع عشان نقدر نديروا تقدير لفرص نجاح أي مؤتمر أو مبادرة تنهي الأزمة الليبية المهم يا سيدي الكريم قالوا الفرنسيين الحل عندنا نحن الفرنسيين نحن عندنا القدرة على الضغط على تحشيد زخم دولي عشان يكون المؤتمر متاعنا في باريس بخصوص ليبيا ناجح وفاعل وفيه التزام كامل من الجميع بمخرجاته وبنتائجه. فعلا حشدت باريس كل دبلوماسيتها عشان تمنح مؤتمر باريس الزخم الدولي الاقليمي الكافي وباركته البعثه الامميه. مشينا بعدها لما عرف باتفاق باريس اللي جمع اربع اطراف البرلمان رئيس المجلس الرئاسي لحكومه الوفاق ومجلس الدوله الاستشاري ولاول مره ضم المؤسسه العسكريه. قاعد عندنا أربع أطراف أساسية وقالوا في نهاية المؤتمر أنه يتم الاتفاق على جدول زمني محدد لإجراء انتخابات والانتخابات هي حل مشاكل ليبيا وطبعا كانت مسألة تحديد جدول زمني الانتخابات شيء أقرب للمستحيل لأن كان عندك ثلاث شروط لازمة لأي عملية انتخابية ديمقراطية نزيهة لم تكتمل ثلاث شروط غير مكتملة النصاب الشرط الأمني الشرط الدستوري والقانوني والشرط السياسي والشرط الفني طبعا على كل حال واختصارا للوقت أخفق مشروع فرنسا لإيجاد تسوية سياسية برعاية البعثة الأممية وما حدث في باريس بقى في باريس عد يا زمان وتعال يا زمان قالوا الطليان الحل عندنا نحن مش عند الفرنسيين نحن فاهمين ليبيا بشكل عميق نحن عندنا حدود إقليمية بحرية مشتركة عندنا تاريخ مشترك عندنا علاقات مهمة تاريخية واقتصادية وسياسية وعندنا قضايا مشتركة ديرتنا مشاكل مع ليبيا على رأس الهجرة غير القانونية مفتاح الحل قالوا وين عند الطليان المستعمر التاريخي لليبيا مش الطليان خلال الفترة هذيك قبل ما يعقدوا ويرتبوا اجتماع باليرمو في صقلية خذوا خطوة أقرب بواجد تجاه البرلمان والمؤسسة العسكرية وشفنا زيارات لبنغازي وانتبهت إيطاليا أخيرا إلى أن المسافة البعيدة اللي واخذتها عن الجيش الوطني كانت قرار غير صحيح لدولة زي إيطاليا تطمح وقاعدة تشتغل على أن هي تكون اللاعب الرئيسي في ليبيا خصوصاً وان الجغرافيا العسكريه للجيش قاعده تتمدد وتتسع بعد ما جيش الجنوب، المهم ضغط الطليان عشان يكونوا رؤية مشتركة وعشان الجميع يكون قاعد وموجود في اجتماع باليرمو وفي طبعا توقعات أن ينجح الطليان حيث أخفق الفرنسيين ولكن نهاية باليرمو كانت حتى هي نهاية مأساوية بل أن نهاية باليرمو كانت أسوأ من اتفاق باريس لأن انتهى المؤتمر من غير ما مغر سوء. من ما, ما يطلعوا حتى بتوصيات او بيان مشى الزمن على باليرمو كانه لم يكن بعدين جاء اتفاق ابو ظبي اللي قلص الاطراف لطرفين اساسيات الطرف اللي يمتلك اكثر من 70% على الارض الجيش الوطني اللي بسط سيطرته مشرق وفي الجنوب والطرف الثاني حكومه الوفاق اللي معترف بها دوليا جمع اتفاق ابو ظبي قائد الجيش الوطني بشير حفتر وجمع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج هذا كله تذكير تاريخي سريع وتم الاتفاق على مجمل ترتيبات منها سياسي ومنها أمني وهذا هو المهم بحكم أن الجيش الوطني يشوف أن أزمة ليبيا هي أزمة أمنية بالأساس أزمة انتشار سلاح وإرهاب ومجموعات مسلحة وميليشيات قاعدة تعبث من مصير الليبيين أظهر السراج وقتها في اتفاق أبو قبول لشكل من أشكال الترتيبات الأمنية اللي تشمل أن الجيش يعيد السيطرة على مقراته ومعسكراته داخل العاصمة طرابلس ضمن خطة ترتيبات أمنية أظهر نوع من الموافقة السراج بمجرد ما وصل الكلام هذا للميليشيات ولقادتهم وللظواهر الصوتية اللي تدعم في مشروع المجموعات المسلحة ومشروع الإسلام السياسي انقلبت الدنيا على السراج وأول ما وصل للمطار في طرابلس صار إطلاق نار ورماية وقصة طويلة عريضة وما قبل طلعوا واحد يعرفه أحد تنصل السراج بعدين من كل التزاماتها في أبو ظبي وأعلن بعد الجيش الوطني عملياتها في المنطقة الغربية لتحرير العاصمة طرابلس من سيطرة وسطوة الميليشيات يوم 4 أبريل اللي فات بعد ما تأكد طبعا وشاف أن السراج لا يمتلك زمام أمره ولا في يد قرار الحرب أو السلم أو أي شيء بشهادة طبعا وزير داخليته اللي قال أن الميليشيات تسيطر وتهيمن على القرار السياسي والاقتصادي والأمني في العاصمة الكلام هذا قبل 4 أبريل قال فتحي بشاغة نختصر الوقت ونخش في تفاصيل المشروع الجديد هالمرة بعد فشل الفرنسيين والطليان حتقود ألمانيا إن شاء الله الوقت يكفينا أن نتكلم على ألمانيا ألمانيا القوة الاقتصادية الهائلة الكبيرة اللي قاعدة يشيل اقتصاد أوروبا كله على ظهرها ألمانيا أعلنت في دور مرتقب لها في ليبيا وأعلنت ألمانيا أن هي تسوية في ليبيا مؤتمر بخصوص الأزمة الليبية على الأغلب حيعقد طبعا داخل ألمانيا بخصوص الأزمة الليبية وفي اتصالات مكثفة الآن ودبلوماسية ألمانية قاعدة تشتغل على الموضوع والمحركات الألمانية قاعدة صوتهم يعلو إذا في تحضيرات كبيرة الآن بخصوص مؤتمر إقليمي دولي في ألمانيا بخصوص ليبيا واللغز والسر الليبي هذا كله يخلينا طبعا نطرحه ونضع مع بعضنا نفكر فيه مجموعة أسئلة وتوقعات توقعات دائما تكون مبنية على معطيات الواقع زي ما يقولوا أو حقائق الواقع الليبي أكيد أن أول سؤال يخطر في بالك الآن سؤال منطقي شن هي فرص نجاح ألمانيا في إنجاح مؤتمرها بخصوص ليبيا نسبة طبعا للمعطيات شوف المعطيات دول والله صعب التكهن بالمستقبل وان كانت التجارب السابقه تعطي فيك نوع من التشاؤم بخصوص اي مؤتمر بخصوص ليبيا ما دام عاد التمثيل فيه تمثيل غير رئاسي يعني ما يكونش في رؤساء دول حاضرين باستثناء طبعا رئيس الدوله الراعيه للاتفاق او المؤتمر او الاجتماع لكن الان شنو هو الاهم من مساله نجاح او عدم نجاح المانيا في مؤتمرها بخصوص ليبيا حد يسال يقول والله ليش هذا هو المهم نجاح المؤتمر او عدم نجاحه هو, هو هو الشيء المهم نقول لك لا لأن هذا يعتمد على الهدف المعلن من الاجتماع أو المؤتمر الغاية شنو هو هدف ألمانيا من الاجتماع هذا هو المهم مش أنه ينجح أو ما ينجحش هل هدف ألمانيا هو حل الأزمة الليبية إذا هيك كويس كلنا معك ولكن في سوء فهم منتشر إعلاميا وعلى منصات التواصل الاجتماعي بخصوص المؤتمر المزمع والمرتقب عقدة في ألمانيا وهذا يمشي بينا لعنوان مهم في صحيفه الجارديان. عنوان مهم. من خلال العنوان يتكلم على جزئيه محدده بخصوص مؤتمر المانيا بخصوص ليبيا. جزئيه لا علاقه بحظر السلاح. جارديان فيها مقال وتقرير مهم جدا على مؤتمر المانيا. محاوله صناعه رؤيه مشتركه اقليميه لتفعيل حظر السلاح المشموله به ليبيا. اذا عندك اهتمام امني بمساله فوضى السلاح في المنطقه شوف لاحظ مش اهتمام سياسي وحتى طبيعه العناوين في الصحف الغربيه زي الجارديان نشوف فيها الان وايضا خذ معها تصريحات القيادات الغربيه بخصوص المؤتمر الجاي في ليبيا في المانيا اسف كلها تلقاها تشير بشكل واضح الى ان مؤتمر المانيا هدفه الدقيق هو احتواء الازمه الليبيه وليس حلها وراه في فرق هائل الان بين المعنيين بين عقد مؤتمر لاحتواء ازمه وبين عقد مؤتمر لحل الازمه الاحتواء هو وضع اليه، تدير انت اليه تقنن بها السياسات الحربيه للدول الفاعله في ليبيا. ولكن مش هدفها ايقاف المعارك المستمره بين الجيش الوطني وبين الميليشيات المواليه لحكومه الوفاق. اذا عندك مؤتمر الاحتواء الازمه الليبيه نقش القضايا الامنيه اللي تهدد في امن المنطقه وفي امن الاوروبيين ومش حيكون من اهتمامات المؤتمر ايقاف المعارك. هذه نقطه لازم نوضحها. حتستمر المعارك وحيمشي المؤتمر في اتجاه إدارة واحتواء الأزمة وتقديم ضمانات من اللاعبين الدوليين والأقليميين لإبقاء الأوضاع تحت السيطرة حيكون التدخل في إطار المسموح به سياسات واقعية خلونا نقول سياسات واقعية لأبعد حد طيب إذا عندنا الآن احتمالين الأول أنه هو يكون مؤتمر لاحتواء الأزمة وهذا فرصة أكبر الاحتمال الثاني مؤتمر لحل الأزمة وهذا فرصة أقل لسبب مهم أن ألمانيا كانت دائماً محايدة. ألمانيا دورها دائماً حيادي. ما عندهاش دور رئيسي في ليبيا يذكر. بالتالي ما عندهاش خبرة في الملف الليبي. وهذه تمثل في نقطة ضعف في الدور الألماني الجديد الطموح اللي أعلن عن نفسه مؤخراً. لكن حد عنده رأي آخر يقول لك والله مرات نقطة الضعف هذه هي نقطة القوة في نفس الوقت بمعنى هذه نقطة القوة اللي تمنح في ألمانيا أفضلية عن كل الدول. كيف؟ لأن الحياد اللي واخذته ألمانيا في الحالة الليبية واللي ما الخبرة في الملف الليبي في المقابل حيعطيها ثقة الجميع في ليبيا ثقة كل الأطراف الفاعلة في ليبيا الحياد الصارم اللي واخذته ألمانيا في ليبيا صحيح ما خلاش عندها خبرة ولكن عزز فرصها في أنها تكون وسيط وتلعب دور الوسيط الوسيط اللي يحظى بثقة عند الجميع في ليبيا مانيش عارف احتمالات تكاد تكون متساوية نسبها متساوية 50-50 ما ننسوش ان المانيا راهي قوة اقتصادية كبيرة ولكنها قوة محايدة في كل القضايا الدولية وهذا طبعا لها علاقة بالوضع بالوضع الجديد لالمانيا بعد الحرب العالمية الثانية لقت نفسها في وضع مختلف اضافة الى ان معروف عن المانيا دائما عدم تدخلها في كل الازمات الدولية الا كمساند مساند في الخلف يعني تلقاها تساند في جهد امريكا تساند الناتو انطلاقا من القصة اللي حكينا عليها وضع المانيا بعد الحرب العالمية الثانية زي ما قلنا اذا الاهتمام الامني كان واضح في تصريحات حتى المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل لما وصفت اللي قاعد يصير في ليبيا قالت والله وصفت أنه هو خطر أفريقي متصاعد طبعا ميركل لما تكلم وتحكي هيك لما تكلم عن أمن قارة أفريقية هذه راهي إشارة لأزمة الهجرة غير القانونية اللي قاعدة تنطلق من أفريقيا وديرة مشاكل اقتصادية وأخلاقية للأوروبيين وأيضا تصريحات ميركل كانت محددة زي عنوان الجارديان بالضبط بخصوص ليبيا الاهتمام الألماني الأساسي تلقاه هو مسألة حظر السلاح لما قالت في تصريح قبل كم يوم قالت المانيا لازم ما تقوم بدور لدرء حرب بالوكاله في ليبيا اذا اسئله وتكهنات كلها حيجيب عنها المستقبل القريب قبل نهايه العام قبل ما نخش في 2020 نهايه السنه ولكن ذكروا ان راهي القضايا اللي حتطرح في مؤتمر المانيا على الاغلب هي قضايا تهم الامن الدولي وتهم الدوله الاوروبيه الدول الاوروبيه عفوا تهمها هي بالدرجه الاولى يعني تقريبا حيكون احتواء للازمه وليس ايجاد حلها طبعا هذا ماهوش تفسير تشاؤمي لكن على الاغلب هذه المعطيات ربما يفاجئون الالمان بشيء مختلف الله اعلم وصلنا اذا الى نهايه الحلقه حلقه البلاد الليله نذكر ان راه التصويت والاستفتاء مازال مستمر بخصوص رفع رواتب الاطباء اللي ترفض في الحكومه المؤقته مازال فيه تقريبا 15 ساعه وحندير حلقتين حلقه للمعلمين وحلقه للاطباء والمجتمع الطبي في ليبيا تحياتي انا خليل الحاسي واذا تحيات فريق عمل برنامج البلاد نتمنى لكم امسيه طيبه